يعلم بغلامة إخواننا وأنما أخذوا بعنوان قضية سياسية مسيسة المسألة فيه سجن واعتقال أخوتنا من أهالي المعامير هذه الشريحة الكوكبة العشرة المؤمنة أخذوا لتسييس قضية سياسية لمواجهة مطالب الشعب الكريم في مطالبه فيريدون أن يحولوا القضية من قضية سياسية يطالب الشعب باستحقاقاته إلى أن تتحول إلى قضية أمنية فينشغل الناس بقضية أمنية أن سجناء هناك تخريب وهناك حالة استثنائية ولا يلتفتون إلى القضية الأساس وهي قضية المطالب العادلة الحقة المحقة لهذا الشعب الكريم وهي مطالب سياسية واضحة تحدثت عنها المعارضة السياسية. أقول في وقفتنا لمناصرة والتضامن مع أهلنا وأبنائنا وشبابنا أقول هذه الوقفة ستستمر والمسألة ليست مسألة اعتقال لشريحة من أهالي المعامير وإنما هذا الاعتقال ينال شريحة من أبناء هذا الوطن وبالتالي كل الوطن مسؤول أن يقف إلى جانب المظلومين من أبناء المسألة لا تنحصر على مسألة المعامير يجب أن يتعاطف ويجب أن يتحرك ويجب أن يعترض كل أهالي البحرين لظلم الأبرياء لأنهم أبرياء لأنهم ينتمون لهذا الوطن فالقضية وطنية وليس قضية منطقية بالنسبة إلى منطقة المدينة. نجي إلى موضوع الاستمرار يجب أن نستمر الآن إذا انتهينا هذا الاعتصام هذا اليوم إن شاء الله سنستمر في دعوات أخرى ستأتي إن شاء الله سنعمل على تحشيد وتعبئة الرأي العام والجماهير الحضور أقوى وأقوى ونقف مع السجناء ولا بأس أن تسمعوهم صوتكم إذا كان الصوت يصل معكم معكم يا سجناء 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 وأخيرا أشكركم على هالتواجد والحضور مأجورين ومشكورين ورسالة واضحة ورسالة تثابون وتؤجرون عليها كل لحظة وقفتون فيها هنا أجرها عند رب العالمين بأنكم أردتم نصرة الحق وأهله والوقوف إلى جنب المظلومين فبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وإن شاء الله ستستمر هذه المسيرة الاحتجاجية وسنعمل على توسيع رقعتها في المناطق وكما قلت بالصورة السلمية حتى أن يحتار خصمنا في كيفية مواجهتنا ببركة الصلاة على محمد وآل بيت محمد.